بسم الله الرحمن الرحيم. دائما في السلسله ديال الموديل فيو كونترولر ديال الاي اس بي، ومع شرح مفهوم اخر وهو مفهوم رئيسي ومفهوم بعد ما شلنا دروس خاصه بالفيو وتعلمنا كيفيه انشاء فيو، واعتبرنا بان الفيو هو عباره عن اون باج، عباره عن صفحه اتش ام ال، فوالا، وتعلمنا طرق خلق فيو جديد عن طريق الكلاس كونترول، عن طريق كلاس كونترولر. سنتعلم المفهوم الجديد الحالي وهو strongly typed view، كيفية خلق strongly typed view وهو نوع خاص من الفيو. فوالا، اذا دائما الموديل هو جزء اساسي من البنيه الموديل فيو كنترولر ام في سي. الموديل دائما يحتوي، هو عباره عن كلاس عادي، كلاس ديال كلاس معطيات، يا يعني اما اصله من جداول في قاعده البيانات او كلاس نحرره بانفسنا. زائد فيو HTML CSS HTML، فوالا، اللي نتمكن من خلق strongly typed view. وسنستعمل لامبدا اكسبريسيون او الخاصيه ديال HTML هيلبر، داله HTML هيلبر. دائما الدوال ديال HTML هيلبر تكتب على هذه الطريقه، اروباسك HTML بوان اسم الداله و بارامترات هذه الداله او هذه الداله، فوالا. اذا بوان اتش ام ال بوان تكست بوكس فور موديل يساوي اكبر، هذا تعني ان اكسبرسيون لامبدا اكسبرسيون، يعني الموديل بحيث موديل بوان بروبريتي. اذا يمكننا المرور الى التطبيق لفهم الاشياء جيدا. قد لا اتوافق بشرح الاشياء بشكل نظري محض، ولكن سنذهب للتطبيق. اذا الحمد لله سنقوم بانشاء موديل فيو كنترولر. اذا ساقوم بخلق كنترولر اخر، ولا اد كنترولر، كنترولر فارغ، اضافه اسمه مثلا تيست سترونغ بار اكزامبل، تيست، فوالا، سترونغ تيست سترونغ كنترولر. يمكن اضافه هذا، تكبير الخط لايضاح الرؤيه. سنقوم بخلق فيو، فوالا، او خلق موديل هو عباره عن كلاس. اذا يمكننا الذهاب لمجلد موديل الموجود على سوليسون اكسبلورر. اذا زر ضغط على زر ايمن، اضافه كلاس، فوالا. كلاس هو عباره عن كلاس عادي، وهو عباره عن كلاس عادي، سنسميه مثلا كلاس امبلوي. لا دائما عندي اشكال. عفوا، امبلويي. وسنقوم ببعض الخواص في كلاس امبلويي، مثلا بيبليك بار اكزومبل انت نيميرو امبلويي، فوالا. سنقوم ببرمجه الجيت و سيت كي لا نتعب انفسنا بتحرير البروبريتي او جاتر ستاتس بيبليك. يمكن ان نضع هذه المواصفات على شكل بريفايت، فوالا، لك الخيار ان تفعل ما تشاء، ولكن لدواعي بيداغوجيه سنكتفي بجعلها عامه. بيبليك جيت سيت تسمح، فوالا، الحمد لله. ولكي برمجة تشيك بوكس، وبالتالي غنختار خاصية أخرى هي بيبليك، فوالا، بولين، فوالا، إيز، فوالا، أمبلوي. هل صحيح أم خطأ؟ مثلا أمبلوي، نفس الشيء، فوالا، جيت.
الحمد لله. إذا خلقنا كونترولور موديل، بقى دابا نخلقو فيو، وبالتالي وبالتالي سنقوم بخلق فيو، وبالتالي نمشيو عند كونترولور، سنقوم بخلق الفيو انطلاقا من الكونترولور تيست سترونغلي. فوالا، سأقوم بالضغط على الزر الأيمن، إضافة فيو، سيعطينا نفس الاسم. هنا اندكس، اسمه اندكس، فوالا اد. اذا الحمد لله، هذا اذا هنا خلقنا موديل فيو كونترولور. دابا سنقوم بخلق استمارة إلكترونية أو ويب فورم. ويب فورم الآن فورمولا ويب تحتوي على حيز إدخال النصوص تكس بوكس بالنسبة للرقم، رقم المستخدم الامبلوي أو المستخدم، ثم تشيك بو ثم تكس بوكس خاصة بإدخال الاسم، ثم تشيك بوكس خاصة بالتحقق من أن ذلك الشخص هو عبارة عن مستخدم امبلوي أور نوت. إذا الحمد لله سأستعمل سأقوم ب سنقوم بخلق استمارة إلكترونية لإدخال رقم المستخدم والاسم ديالو. فوالا، وبالتالي نمشي نشغل نشوفو مثلا هنا رقم المستخدم، مثلا نيميرو اونبلوي، فوالا اروباسك، فوالا اش ثاني، فوالا بوان تكست بوكس، تكست بوكس فور، فوالا. اذا كاين تكست بوكس فور، كاين بزاف ديال الدواب، فوالا التكست بوكس كاين، فوالا غيكون هاد التكست بوكس يعني حيز ادخال نصوص خاص برقم المستخدم، وبالتالي هنا خصنا الباسك، فوالا الباسك مزيان، نوزي الموديل ديالنا، فوالا نوزي، فوالا كلاس امبلوي، كلاس امبلوي او باش نديرو مثلا on va utiliser l'espace notre projet, les web, web application, web application, web application, pour être web application point des modèles ou s'installer الباسك موديل عادي، موديل امبلوي اللي قلنا مثلا ديالنا امبلوي، فوالا هذا الحمد لله. فوالا، اذا احسن هاد الحويجات هادي بقات لنا ان شاء الله اننا نقدروا نخدموا بهاد التكس تكس بوكس. فوالا، إذا باش نخدمو بهاد التكست بوكس هادي، الأهواز، فوالا، ناخدو دابا إن شاء الله هاد التكست بوكس هادي. إذا التكست بوكس غتكون عندنا إين لامدا إكسبرسيون، إين لامدا إكسبرسيون ديال الموديل اللي عندنا، تيل كو موديل بوان بروبريتي، وبالتالي غنمشيو هنا x مثلا شي فاريابل x، فوالا يساوي اكبر، اذا هاد x سيعود على الموديل ديالنا اللي هو امبلوي، اذا خاصنا نقولو x بوان، فوالا اذا x بوان x بوان مثلا لي بروبريتي اللي عندنا، فوالا اذا نمشي اول فور x بوان البروبريتي ديالنا هي اكس،
هي نيمو. اذا غيولي هاد حيز ادخال النصوص مرتبط بالنيميرو ديال لومبلاي. نحاولوا اننا نرجعوا للسطر، اذا شويه ما نزربوش شويه. الحمد لله الذهاب. نجيب دابا نو دومبلوي، نو امبلوي نفس الشيء. الشمال خاصية الشمال هابا بوان حتى هو تاكس، يكون هذا ان شاء الله تاكس بوكس فور على بين قوسين. ناخذ اكس العناصر تساوي اكبر اسباس اكس بوان، هاد المرة اكس بوان نو ديال مونبلاي. فوالا ساقوم نرجع بستاتيغي كونترول سي، جينا هنا كونترول في شوية عليا. دابا ايز امبلاي ولا لا، ايز امبلاي غتكون دابا ان شاء الله. نحاول ندير تشيك بوكس فوالا من اش تي ام ام اش ام ام بوان تشيك بوكس فور. الحمد لله هذا تشيك بوكس فور على لي فاريابل اكس قيمة ديالو هي اكس بوان ايز امبلوي. اذا غيكون عندنا ان شاء الله هو الانترفاس جرافيك اللي مع هاد اللي مع هاد الموديل. الحمد لله ايميل دومبلوي نون دومبلويز امبلوي فوالا. اذا هذه بحال قلتي فورميلار، هذا الانترفاس بحال قلتي فورميلار سا فورميلار. اعيد واكرر، قد تتساءل لماذا لا نستعمل انبوت تيب تاكس. هذا انبوت تيب تاكس هو عباره عن كود اش ام ام، ونحن في الان في سي هدفنا الرئيسي هو لا سيباراسيون، يعني الفرق بين المبرمج والديزاينر او خالق الواجهات، الانفوغرافيست او خالق الواجهات. اذا لتمكين الديفلوبر او المبرمج باستعمال فقط سي شارب، هذا هو اهم. قال الان في سي يعطي للمبرمج مجموعه الدوال على شاكله سي شارب تمكنه من خلق استمارات الكترونيه. لان ليس بالضروره أن يكون المبرمج ديفلوبر اي اس بي هو متمكن في الديزاين أو خلق الواجهة في صورة جميلة، وبالتالي هناك طرق أخرى من بينها اش ام ال هيلبر الذي يعين المبرمج على خلق بعض عناصر الاستمارات الإلكترونية. فوالا، إذا أعدنا مثلا الإكزيكيسيون لكي نتمكن من رؤية ماذا يعمل فيو انجن فوالا الذي يحول سنتاكس سي شارب الى اش ام ال بيور. فوالا البيور اش ام ال، اذا نقدروا ندير انسبكتي لكي مثلا انسبكتي. فوالا لاحظ بالانبوت فوالا الفاليو في الفاليو نيم ديالها فوالا، لكن انبوت تيب مثلا انبوت اي دي نو نيم ديالها نون ديال لومبلوي تيب ديالها تاكس اي فاليو ديالها فيد. اذا باقي ما عندناش هناك بعض المعطيات. فوالا، اذا لخلق بعض المعطيات سنمرر مجموعة ديال المعطيات انطلاقا من الكونترولور. اذا نمشيو للكونترولور، لاحظ بان هنا يمكن تمرير ان اوبجي، يمكن تمرير ان اوبجي. تسمح يجب ان اقوم ب غلق الديبوغر. فوالا، اذا يمكن ان مثلا ان اعطي بعض القيم مثلا امبلوي باغ اكزومبل، يمكن انستونسي امبلوي. فوالا، اذا ما غيعرفش امبلوي وبالتالي يوزين باغ اكزومبل نمشيو عند الموديل ديالنا. فوالا، اذا الموديل هو عباره عن امبلوي شاد فيو
عبارة عن employee. Music. لنتمكن من الذهاب إلى الموديل يجب إضافة يوزين ويب أبليكاسيون بوان موديل. هنا سأقوم بكتابة لوبجي أمبلوايي، الحمد لله هو لوبجي أمبلوايي أوف إيجالا يو أمبلوايي. هنا لا فوالا سأقوم ب إعطاء بعض الخواص إيجالا جوز بوان نو إيجالا محمد فوالا بوان إيز أمبلويي إيجالا ترو هي عبارة عن ويمكن تمرير هاد يمكن تمرير هاد هاد لوبجي الى فيو. فوالا فوالا ساقوم ب اكزيكيسيون سارجع الى فيو اندكس ساقوم ب نلاحظ بان هناك انفورماسيون 12 محمد اي 2 اذا قمنا بار اكزومبل سنعود الى كلاس كونترولر الى فالس فالس استسمح فالس اوكي فالس عائشة لا لا استسمح الى لوكال هوست نمشي عند تاز اكس او اندكس بوس الشمال استقبل اقوم ب اكزيكيسيون اذا شكرا على الانتباه ديالكم والى اللقاء. اذا هذه وسيله اخرى لخلق استمارات الكترونيه وعودة استعمال input type التي يتقنها ديزاينر أو خالق الواجهات. يمكن للمبرمج ASP.NET بدون أن تكون له دراية كبيرة جدا بالHTML أن يستعمل كود CS/C# بواسطة HTML helper المساعد لخلق بعض العناصر الرئيسية الموجودة في الاستمارات الإلكترونية. إذا شكرا لانتباهكم وإلى اللقاء.